بين قدرات 1200 شاب. أنا هذا نعتبره مساهمة حقيقية وملموسة، والجزائر عملت لها وان امباكت تاع حسن الجوار، وان امباكت تاع توفير الاستقرار والأمان والسلم. هي على سواء على سواء نحو دورة الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه التفاصيل نطرق بها خلال المناقشة بصفة عامة. بعد مضمار دام أكثر من سنتين تاع تدريب وتاع تكوين لما يفوق 1200 مستفيد من كبرى ولايات الجنوبية تاعنا في الجزائر، الآن بدينا في مرحلة التمويل والمرافقة المباشرة بعقود مباشرة مع الشركات الاقتصادية، مع مختلف المصارف والبنوك، وسنعمل أيضا على عدم الوقوف في هذه الانطلاقة. هي فكرة جاءت نظرا لمعاناة الفلاحين في المناطق الصحراوية، ومن هذه المشاكل هي صعوبة التنقل وصعوبة البيئة الصحراوية، بالإضافة إلى السقي العشوائي وقلة اليد العاملة. ألوغ حنا اقترحنا حلول لهذه المشاكل بتصميم نظام ذكي، أنه الفلاح يقدر يجيري الجنان تاعو من المنزل تاعو بدون عناء تنقل، وثاني يحدد أوقات السقي، وذلك للمحافظة على منسوب المياه في الجنان تاعو، بالإضافة إلى زدنا له تسهيل التسميد عن طريق تدويب الأسمدة مع مياه السقي، ودلنا له نظام السقي بالتقطير. مشروع متمثل في تسمين منتوجات النخيل وبالخصوص التمور، نصنع عدة منتوجات من بينها شوكولا صحية طبيعية من التمور، نصنع أيضا سكر من التمور، صابون كذلك من التمر، نصنع أيضا قهوة طبيعية من نواة التمر، استخلاص أيضا زيوت من نواة التمر، وأيضا البيو إيتانول الطبي نصنعه أيضا من التمور، وكذلك عدة منتوجات.